حياكم الله من جديد أعزائنا المشاهدين. أطلقت وزارة المواصلات والاتصالات تطبيقا إلكترونيا أو التطبيق الإلكتروني الرسمي على موقعهم، وهو هذا التطبيق باسم MOTC للجوال والأجهزة الذكية، أيضا بهدف تسهيل إجراءات المعاملات والخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور. حمد، للحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا في الاستديو نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة المواصلات والاتصالات. يا مرحبا ومسهلا أخت نور، وحياك الله معنا في برنامج ترحيب في استوديو عبد الوهاب المطوع. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا. احنا في البداية ودنا نتكلم عن هذا التطبيق ونتكلم عن إطلاقه الحين المتزامن مع بداية السنة. طبعا احنا بالنسبة لنا التطبيق هذا كان رغبة من الوزارة في انها تطور الخدمات وتسهل وصول الافراد والجمهور لها. طبعا الافراد بمختلف عناصرهم، سواء اقصد الجمهور بمختلف باختلافهم اللي هو سواء الافراد او الشركات. بالنسبه لنا طبعا اطلاق هذا التطبيق ايضا متناسب مع خطط الوزاره اللي قاعده تحاول تطبق معايير الحكومه الالكترونيه اللي موجوده في الدوله، بالاضافه الى اهداف حكومه قطر الرقميه اللي تهدف الى رفع مستوى الخدمات الحكومية من خلال توفيرها إلكترونيا على شبكة الإنترنت وتسهيل وصول الأفراد طبعا لها، بالإضافة إلى أتمتت جميع العمليات ورفع كفاءة العمليات الحكومية من خلال توفير التطبيقات الإلكترونية اللي ممكن للجمهور أنهم يوصلون لها بكل سهولة بكل سلاسة وهم في مكانهم. طبعا يعني هي منصة إلكترونية للخدمات، يعني طبعا فيها هي منصه معلوماتيه بالاضافه الى خدمية. نعم. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب طبيعه الخدمات اللي انتم تقدمونها في هذا التطبيق، ويعني مميزات هذا التطبيق بالتحديد. طبعا مميزات التطبيق تتمثل في انه سهل، بجزئياته جدا واضحه بسيطه، تم الحرص على ان احنا في عملية برمجة وهيكلة هذا البرنامج ان احنا اتخذنا طبعا او حرصنا على انه يكون سهل الاستخدام. الفرد اللي او الشخص اللي راح يدخل على الابلكيشن او على التطبيق هذا حرصنا على انه ما يطول، ما ياخذ وقت طويل في استخدام الابلكيشن او في اتمام العمليه، بالاضافه الى ان احنا طبعا حرصنا على عنصر الامن المعلوماتي والموثوقيه في اتمام هذه الخدمات وفي تطبيق هذه الخدمات. وانواع الخدمات اللي موجوده عندكم؟ طبعا في الوقت الحالي الخدمات اللي موجوده حاليا عندنا بس خدمات قطاع النقل البحري، واللي تتمثل في خدمات السفن الكبيره والسفن الصغيره. اذكر منها على سبيل المثال الحصر الخدمات الخاصه بنقل الملكيه للسفن الصغيره وللدرجات المائيه، بالاضافه الى نقل الملكيه للسفن الكبيره، اصدار بدل فاقد للتراخيص وغيرها طبعا من الخدمات. وان شاء الله في المستقبل ومع اصدار التشريعات والقوانين الخاصه بقطاع النقل البحري راح تتوفر ايضا الخدمات الخاصه بالنقل البري على الابلكيشن. الله يوفقكم. نعم. اذا الان انتم تركيزكم فقط على النقل البحري في هذا الابلكيشن. نعم. طيب وش الهدف من اطلاق هذا الابلكيشن؟ طبعا الهدف هو مثل ما ذكرت لك، اول الهدف ان احنا نبغي نتماشى مع اهداف حكومه قطر الرقميه اللي كل الجهات الحكوميه قاعده تحاول توصل الى مرحله لا ورقيه. يعني بالضبط. نعم. بالاضافه الى هالموضوع كانت الوزاره تحرص على ان خدماتها ومعلوماتها تكون متوفره في يد الجمهور في اي وقت وفي اي مكان، وبامكان الشخص انه يوصل ويستخدم الخدمه من الالف الى الياء من غير ما انه يضطر انه هو يروح لمكاتب الوزاره. نعم. فكل هالامور ممكن انه هو يسويها من بلمسه زر واحده. صحيح. في تليفون او جهاز في يده. نعم ممتاز. احنا بنجي على هذا الموضوع ونبغى نعرف طريقه او اليه استخدام الابلكيشن بالتحديد على اساس احصل على هذه الخدمه. انزل الابلكيشن، اسجل مثلا الاسم، الرقم الشخصي، رقم التليفون، شو اللي مطلوب مني بالتحديد؟ طبعا بالنسبه للابلكيشن متوفر على الابل ستور وعلى الاندرويد، وممكن لاي شخص انه هو يروح ينزله، بس مجرد انه يحط الاسم اللي هو MOTC في صندوق البحث ويبحث عنه ويقدر يسوي له داونلود ويحمله على طول. طبعا بالنسبه للتسجيل في طبعا خطوات معينه للتسجيل، منها الاسم، الرقم الشخصي وغيره. اذا كان شخصي او شركات؟ سواء شركات او افراد.
لأن مثل ما قلنا اللي هو السفن الكبيرة أيضا اللي هو للشركات الكبيرة والأمور هذه. فطبعا كل بحسب الفئة اللي هو جاي منها ممكن أنه يعبي المعلومات الخاصة فيه ووقتها يقدر يستخدم الخدمات اللي موجودة عندنا على التطبيق. نورا أنا ودي أسأل يعني بخصوص الخدمات اللي تقدمها الوزارة أيضا بعيدا عن الأندرويد بعيدا عن الMOTC وش الخدمات أو نوعية الخدمات اللي تقدمها للجمهور على سبيل المثال؟ طبعا احنا في عندنا مثل ما ذكرت لك احنا لحد الحين قوانين النقل البري لحد الحين ما تم اصدارها، فلو تم اصدارها بشكل رسمي فراح تكون اصدار ايضا تراخيص الليموزين والامور هذه. حاليا قاعدين نسويها بس مش بشكل اللي هو نقدر نقول منهجي يعني بالضبط. نعم كيس باي كيس يعني بالضبط حاله بحاله. اي نعم. هذه يمكن هي الخدمات اللي احنا عندنا اللي هو خدمات النقل البحري بشكل عام، خدمات النقل البري بشكل عام. بالاضافه للخدمات اللي نقدمها طبعا للجهات الحكوميه من خلال برنامج حكومه قطر الرقميه اللي تترأسه الوزاره عندنا ان شاء الله. ومتى تقريبا الوقت المحدد اللي راح يكون فيه الابلكيشن جاهز بالكامل، النقل البحري والبري والخدمات؟ مثل ما ذكرت لك احنا في انتظار اصدار التشريعات والقوانين. نعم. وفي حال اصدارها راح نكون ان شاء الله جاهزين لاطلاق جميع الخدمات على بيكون عندنا في قناه الريان الاعلان عن هالشيء اكيد ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نتشرف. انا ودي اسال حمد ونور اذا ما ادري اذا في بينكم وبين ايضا الوزارات الثانيه بالدوله في تعاون مثلا على سبيل المثال نعرف الامور الجمركيه وما الى ذلك. يعني في عندها اللي هي خدمه ما ادري والله شلون تظهر اخر النافذه الواحده. نعم. فالواحد يقدر يجيب مثلا اغراض من برا وكذا وكذا، الكونسايمنت او الشيبمنت هذه الاغراض اللي ترسل هل انتم لكم دخل ايضا فيها؟ في تنسيق بينكم بين هذه الوزارات ولا لا؟ طبعا هذه البرامج كلها كانت ايضا تحت مظله حكومه قطر الرقميه. بديناها تقريبا من 2015 اذا ما خانتني الذاكره. نعم. وان شاء الله الهدف ان احنا نوصل لحد 2020 مع اتمام استراتيجيه حكومه قطر الرقميه بشكل عام. واللي تهدف طبعا الى اتمته جميع العمليات وتوفير تطبيقات والخدمات الحكوميه كلها الكترونيه. نعم. ومن بين هذه الامور كان طبعا النافذه الواحده اللي اشتغلت في الوزاره طبعا بالتعاون مع للامانه هي قدمت خدمه كبيره جدا ايضا التجار وسهلت لهم امور كثيره يعني. طبعا مثل ما ذكرت لك هي الهدف الاساسي من حكومه قطر الرقميه هو تسهيل العمليات بالنسبة صحيح. للجمهور سواء أفراد أو شركات في الحصول على خدماتهم بسلاسة وبسهولة صحيح. وفي وقت صحيح. قصير. الله يوفقكم. نعم. إن شاء الله. أخت نور بالنسبة بعد MOTC الخطوة القادمة إيش راح تكون بالنسبة لكم في وزارة المواصلات والاتصال؟ طبعا احنا بالنسبه لنا كابلكيشن اكيد احنا نحاول قد ما نقدر ان احنا نطوره. والابلكيشن طبعا نفسه في مجموعه من يصدر مجموعه من البيانات والاحصائيات اللي تساعدنا حتى في تطويره. نعم. وفي تحسينه. يعطيكم قراءه عن المستخدمين. نعم. يعني عن استخدام الخدمات وعن انجاز الخدمات بحيث ان احنا مع الوقت نبتدي نطور في هذه الابلكيشن بشكل انه يكون مناسب وملائم طبعا لاستخدام الجمهور. نعم 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 بالتاكيد اكيد. يعني يمكن من هذه التطبيقات اللي احنا قاعدين نشوفها بالاضافه الى الوزارات الثانيه يعني قس على ذلك حمد البلديه لهم ايضا تطبيقات ووزاره العدل وما الى ذلك. يمكن التطبيق اللي الكل يعرفه مطرش اثنين. نعم. ما اعتقد احد تو جديد ودائما في اصدار يعني دائما في تجديد وكل واحد اعتقد في البيت يحتاج الى هذا يعني يوفر كثير من الجهد والعناء. طبعا. هل انتم يعني كانت من احدى يعني بعيدا عن اللي هي رقمنه الامور اللي عندكم والمعاملات الورقيه، ولكن احنا لما نتكلم ايضا عن المجهود اللي يوضع لمثل هذه الخدمات، هل عندكم مثلا فريق كامل متكامل لمثلا التدخل في حاله لا قدر الله وقوع السيستم، خلل في السيستم، شلون يتم التواصل معاكم؟ اي نعم طبعا. خليني باخذ سؤالك شويه من شقين. نعم. في شق اللي هو له علاقه بحكومه قطر الرقميه بالجوانب الخاصه بالمشاريع والخدمات اللي قاعده تصير تحت حكومه قطر الرقميه، وفي الشق الخاص بالابلكيشن نفسه. طبعا بالنسبه للابلكيشن فعندنا رقم تواصل ممكن انه الشخص يتصل فيه على طول. صحيح. على اساس انه يعمل حيث انه واجهته مشكله في التسجيل بالضبط. نعم. ممكن انه هو يتواصل على طول ونرد عليه طبعا ونصلح له المشكله. صحيح. في وقتها. بالنسبة لحكومة قطر الرقمية طبعا عندنا مركز الاتصال الحكومي اللي ممكن أن أي شخص
لو واجهت أي مشكلة في أي خدمة من الخدمات ممكن أنه يتواصل معهم وعلى طول الدعم الفني يحل هذه المشاكل بالتنسيق سواء مع الجهة أو مع الأفراد اللي مسؤولين عن تطبيق هذا النظام أو تطبيق الخدمة هذه. وطبعا هالخدمة متوفرة لجميع الدولة وفي عدد كبير من الجهات اللي موجودة وقاعدة تستخدم مركز الاتصال الحكومي وشغال 24 ساعة على مدار الأسبوع. توكم أطلقتوا هذا الـ MOTC ولا صار لكم فترة طويلة عليه؟ الأبليكيشن تقريبا من حوالي أسبوعين أطلقنا. على خلص ما راح يعني معناته أنه مو لازم نسألكم عن عدد المشاركة أو المشتركين فيها. لا لا تو نبادين. بالعكس هذا هو إعلان يعني. بوادر الأقبال زينة. الحمد لله. الحمد لله. طيب أنتم أكيد بيكون عندكم أهداف في الوزارة غير يعني من خلال إطلاق هذا الأبليكيشن. في أهداف ثانية أنتم حابين توصلونها حق الشركات وحق الأفراد، فنبغى تطلعين مشاهدين الكرام على هذه الأهداف اللي أنتم تسعون لها في الوزارة. طبعاً من بين الأمور اللي يعرضها الأبليكيشن هي أخبار الوزارة بالإضافة إلى الفعاليات اللي الوزارة تعقدها بشكل دوري طبعاً واللي تهدف فيها الجميع سواء الشركات أو الأفراد أو الجهات الحكومية. فكل هذه المعلومات موجودة أيضاً في الأبليكيشن أو في التطبيق نفسه. هذا بالإضافة إلى المناقصات، معلومات المناقصات اللي تطرحها الوزارة أيضا متوفرة على الموقع، بالإضافة إلى بعض الفيديوهات والصور اللي خاصة بالفعاليات والأحداث المختلفة اللي تمر فيها الوزارة. يعني يعتبر كمرجع. بالضبط. أنا أعتقد حمد ويمكن نور ما أدري تصحح لي هالمعلومة، أعتقد أن أيضا راح يزيد عليكم الضغط بعد ما يتم تشغيل الريل بالكامل يعني والسكك الحديدية هذه بالكامل. فأعتقد أنه يمكن أيضا يكون في مستثمرين يرغبون الدخول في هذا المجال، يحبون يتواصلون ويعرفون. فما أعتقد، ما أدري إذا كان في تنسيق بينكم بين وزارة أيضا التجارة والاقتصاد ولا لا في هذا الموضوع. طبعا أكيد في تنسيق ما بين الجهات المختلفة. بالنسبة للريل طبعا أمورهم ومناقصاتهم هذه تطرح من قبلهم بشكل منفصل طبعا تحت الإشراف من سعادة وزير المواصلات والاتصالات. ومثل ما ذكرت لك التنسيق موجود طبعا ما بين جميع الجهات على أساس أن احنا نحرص أن كل هذه المشاريع تنجز بشكل ناجح وممتاز طبعا يشرف البلد. صحيح. الله يوفقك إن شاء الله. أخت نور كلمة أخيرة حابة توجهينها حق الجمهور وتدعينهم تكون كدعوة منك لهم لتحميل هذا التطبيق والمشاركة معكم. طبعا أنا بالنسبة لي أدعو الجميع طبعا لاستخدام لتحميل التطبيق واستخدامه لأنه يحتوي على معلومات خاصة بالوزارة وخدمات أيضا ممكن تفيد الجميع خاصة الحين مع إن شاء الله مع قرب موسم الصيف والبحر والأمور. صحيح. هذه. صحيح. فالشباب أكيد أكثر الناس اللي راح يستفيدون من الخدمات اللي موجودة بالنسبة لخدمات النقل البحري. بالتأكيد. فندعوهم بصراحة أنهم يحملون الأبليكيشن ويبتدون يستخدمونه، راح يسهل عليهم الموضوع بشكل كبير. أيضا عندنا من خلال الأبليكيشن صار عندنا توصيل الوثائق اللي تصدر من بعد إتمام الخدمة. الوثائق هذه ممكن نحن نوصلها لهم إلى بيوتهم من خلال التعاقد اللي صار مع بريد قطر. بريد قطر. الله يوفقكم إن شاء الله. نور إبراهيم شهداد مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في وزارة المواصلات والاتصالات، شكرا لوجودك معنا في برنامج ترحيب وشكر لك على هذه المعلومات وسلمي على الوالد. شكرا لكم. الله يسلمك. بالتوفيق إن شاء الله. إذن أعزائي المشاهدين توقف وياك مع فاصل قصير ونرجع بعده إلى ما تبقى من فقرة الليلة من ترحيب، خلكم معنا.